يعني ما هي العلاقة بين التحدث الإنجليزية أو الفرنسية وأين كانت اللغة بطلاقة وإنه الطفل متعلم كويس؟ إيه العلاقة؟ خليني اقول لحضرتك، هو يمكن السبب الرئيسي في التطور السريع اللي انا بشوفه ساعات غير منطقي. يعني يمكن انا لما ركزت في المقدمه الهائله اللي حضراتكم طرحتوها، حضرتك قلت ان كان في زمان موجود مدارس اللغات، صحيح، وكان في فئه كبيره جدا بتدخل مدارس اللغات، صحيح، في جامعاتنا الحكوميه في اقسام للغات وبيخرج منها نماذج مشرفه جدا، ولكن بتشرفنا، كانت الدنيا متوازنه وكانت الشوارع مفتوحه حقيقي. ولكن الفئه اللي ظهرت دي نتيجه ايه؟ نتيجة التكنولوجيا ونتيجة تطبيقات الإنترنت والحركة السريعة والحياة السريعة، للأسف بقينا غصب عن الولاد بيبتدوا إن هم يتطبعوا بفكر الغرب إلى حد ما، لأن أغلبية التطبيقات اللي هم بيتابعوها والألعاب أغلبيتها باللغة الإنجليزية، حتى وإن كانوا لا يجيدوا اللغة الإنجليزية. فئة قليلة جدا ممكن يكونوا لا يجيدوا اللغة الإنجليزية ولكن بيكتسبوا اللغة من خلال التطبيقات دي، لكن المفاجأة إن هم مش بيكتسبوها بشكل صحيح. كتير منهم جدا مجرد بيتكلموا اللغة الإنجليزية مش بشكل صحيح ولكن بشكل دارج. وده فعلا كان في نموذج أنا شفت أحد الأطفال تم استضافته. خلينا أقول إن الأم والأب لا يجيدوا اللغة الإنجليزية ولم يعززوا دراسة اللغة الإنجليزية، ولكن هحاول أكون رحيمة وحيادية، جزء من إهمال الأم إن هي تركت الولد عرضة لحتة حديدة بيشوف من خلالها العالم. فابتدى بيعمل إيه؟ كل حياته خلال دوسة زرار، شاشة، من وراء الشاشة بالضبط. فبالتالي ابتدى يفقد هويته، اللغة، وابتدى بعد كده الام ما لاحظتش الموضوع ده غير لما ابتدى الولد يتعرض للتنمر، لان زي ما حضرتك ذكرت مش كل الحياه كومباوندز، هو في مكان بسيط جدا. ما هو الكومباوند هنا مش قصه معيشه او جغرافيا، احنا بنتكلم في ثقافه الكومباوند. احنا بقول زمان كان في احياء راقيه لكن الشوارع كانت مفتوحه، كان في اختلاط او البابل، يعني البابل اللي بيعيشوا الفقاعه. برافو عليك. بالظبط. فهي النقطه كلها ان هي يعني ما حاولتش تعزز اللغه، ولكن اللغه الولد اكتسبها بشكل غير صحيح وبطريقة غير مباشر بعيد عن الأهل تماما. والنتيجة أن الولد تعرض للتنمر، وابتدى لما بيحاولوا حتى يودوه لأحد المختصين بيجيله حالات من العصبية، لأن هو بقى بينفصل عن العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه.